دونك اليوم باش نحكي لكم على تجربة جديدة اللي هي مع فونداسيون سويس، مشروع باكت. المشروع هذا نتاعنا اللي هو مشروع منتدى العمادات، يعمل على نشر الثقافة المجتمعية. سعينا انه احنا باش نشاركوا المواطنين في الحكم المحلي، خاصة العمل البلدي. كانت الجزء الاول من المشروع قمنا بتنفيذه، اللي هو دعم قدرات الشباب بين 18 ل 35، كونوهم باش يكونوا هما قادة، وبالتالي باش يسعوا إلى تحليل أو جمع استبيانات حول العمل البلدي بلدية بوزكين. الشباب هذوما هما متواجدين حاليا كل من عماد بوزكين، عمادة العويجة وسيدي حراف، كذلك الجمعية ساعدت مدة المشروع في إبرام اتفاقية شراكة كل من على بلدية بوزكين والجمعية على عدة بنود، من بينها هو السعي باش نقوم بتشريك المواطنين وتوعيته، خاصة في عدة مجالات عندها علاقة بالعمل البلدي. شنو هي البلدية؟ خاطر لاحظنا احنا في مدة سابقة انه فما معناتها سوء فهم بين العمل البلدي والعمل المؤسساتي الاخر. دونك احنا هذه هو الهدف متاعنا في مدة المشروع، ان احنا باش نحاولوا نجمع بيانات ومن بعد نقوموا بحملات تحسيسية وتوعوية للفئة من المواطنين او المتساكنين لعدة 3 عمادات. هذيك علاش احنا سميناه المشروع منتدى العمادات.